السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، نلتقي بكم وأنتم على موائد الإفطار. تقبل الله صيامكم ونسأل الله أن يكون إفطاركم إفطارا شهيا. نحن في هذا البث الحي والمباشر سنتابع معكم ما ستعلنه دار الإفتاء في القدس حول تحري الهلال، هلال العيد، هلال شهر شوال، علما بأن المملكة العربية السعودية و دولة قطر أعلنتها بشكل رسمي عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وعليه يكون يوم غد في قطر وفي المملكة العربية السعودية. يوم غد هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر. في الأردن، المملكة الأردنية التي بدأت الصيام يوما واحدا بعدنا وبعد المملكة العربية السعودية، سيكون تحري الهلال لديها يوم غد. إذن نحن معكم في هذا البث الحي والمباشر، وحسب المعلومات التي تصلنا في موقع بنت الإخباري وفي قناة هلا في غرفة الأخبار، فقد تعذرت رؤية الهلال في بلادنا هذا المساء مع مغيب شمس يوم 29 من شهر رمضان المبارك، ولكن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد عن دار الإفتاء في القدس. وأيضا نحن بتواصل مع مجلس الإفتاء الذي يرأسه الشيخ البروفيسور مشهور فواز، الذي سيكون معنا في بث حي ومباشر بعد قليل. حسب المعلومات التي وصلتنا، تعذرت رؤية هلال شهر شوال، هلال العيد، في بلادنا أيضا بعدما تعذرت في المملكة العربية السعودية وفي قطر، ولكن الإعلان الرسمي من دار الإفتاء في القدس سيكون بعد قليل. ونحن معكم في هذه الموجة المفتوحة لننقل لكم ما سيرشح من إعلان المفتي الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية. ونتوقف مع الخبر المنشور في موقع بنت حول هذا الموضوع، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاثنين تعذر رؤية هلال شهر شوال في كل مراصدها. هناك 10 مراصد في المملكة العربية السعودية، وبذلك يكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر في المملكة العربية السعودية. المحكمة العليا السعودية كانت قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري هلال شهر شوال مساء اليوم 29 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية حسب تقويم أم الكرة. من جانبها أعلنت قطر تعذر رؤية الهلال هلال شهر شوال، وسيكون أيضا غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان في قطر. وبخصوص هناك سنتوقف مع ما يجري في ليبيا، إذ أن هناك خلاف في ليبيا، فالحكومة المكلفة من البرلمان طلبت من لجان التقصي التابعة للهيئة العامة للإفتاء تحري هلال عيد الفطر يوم 28 رمضان، أي قبل الموعد المحدد بيوم، وذلك تحسبا أن يكون هناك خطأ في استطلاع شهر رمضان. لتعلن الأوقاف الليبية أنه في حال رؤية الهلال في ذلك اليوم سيصوم الليبيون 28 يوما فقط، وبذلك يكون مكررا عليهم صيام يوم إضافي بعد العيد. الليبيون بدأوا صيام رمضان يوم الثلاثاء الموافق 12 من مارس آذار الماضي، وذلك على عكس أغلب الدول العربية والإسلامية التي سبقتها بالصيام، ليصبح وقت استطلاع هلال رمضان في ليبيا يوم 28 رمضان، بينما يوافق 29 رمضان في دول الجوار مثل مصر. الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية شددت في بيان صادر عنها على صحة تحرياتها لهلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه في حال رؤية الهلال يوم الاثنين يعني اليوم، فإن عيد الفطر سيكون الثلاثاء، وبالتالي سيكون على المواطنين في ليبيا قضاء يوم آخر بعد رمضان حتى لا يكون الصيام 28 يوما، علما عن الأشهر في التقويم الهجري لا يمكن أن تكون 28 يوما، إنما تكون 29 يوما أو 30 يوما. كنا قد تابعنا أيضا عبر موقع بنت الأخبار التي رشحت من مرصد تمير ومرصد إزدير في المملكة العربية السعودية، وكما أسلفنا أيضا حالة الجو، وأيضا وفقا لما قاله الفلكيون وأصحاب الاختصاص الفلكي بأنه تتعذر رؤية هلال شهر شوال الليلة في المملكة العربية السعودية. وكما أسلفت في بداية هذا البث،
إذا تعذرت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في المراصد أو في أماكن رصد الهلال في بلادنا، وباقي نحن ننتظر الإعلان الرسمي من فضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، علما أنه كان أيضا هو من ألقى خطبة رمضان، خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك والتي شارك بها عشرات الآلاف. هذا ما لدينا حتى الساعة الآن 7:15، 7:19 في كل لحظة ممكن أن يتم وصول هذا البيان من دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، وأيضا سيكون معنا فضيلة الشيخ البروفيسور مشهور فواز رئيس مجلس الإفتاء في البلاد، سيكون معنا في بث حي مباشر فور إعلان نتيجة التحري. ما لدينا لنقوله وتعذر رؤية هلال شهر شوال هذا المساء من مواقع الرصد في بلادنا، ولكن البيان الرسمي بخصوص العيد وبخصوص إن كان يوم غد هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك فإنه سيكون بعد قليل من دار الإفتاء الفلسطينية في القدس. سنخرج إلى فاصل ونعود بعد ذلك. إذا المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن بأن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون عيد الفطر لعام 1445 هو يوم الأربعاء. المجلس الإسلامي للإفتاء برئاسة البروفيسور مشهور فواز وبالتنسيق مع دار الإفتاء الفلسطينية في القدس والتي يرأسها ويديرها مفتي القدس والديار الفلسطينية، فإن يوم غد الثلاثاء يعلنون بأن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك من عام 1445 هجري، وعليه يكون يوم الأربعاء بعد غد أول أيام عيد الفطر، أو عمليا هو عيد الفطر، هو يوم واحد عيد الفطر. مجلس الإفتاء يقول في بيانه الذي وصلنا الآن: بهذه المناسبة الكريمة نتوجه إلى أهلنا جميعا بالتهاني والتبريكات، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا الطاعات وأن يفرج كرب الأمة جمعاء وأن يلطف بالأهل في غزة. بيان المجلس الإسلامي للإفتاء بخصوص موعد صلاة عيد الفطر. المجلس الإسلامي للإفتاء يقول بأن صلاة عيد الفطر ستكون في تمام الساعة 6:33 صباحا، وبالوقت نفسه يحث المجلس الأهالي بإخراج صدقة الفطر قبل أداء صلاة العيد، وهي 16 شيكل عن الشخص الواحد فقط، والأفضل أن يصدرها 18 شيكل. سنحاول الآن الحديث مع الشيخ مشهور فواز، البروفيسور مشهور فواز سيكون بعد قليل. إذا وفقا لإعلان المجلس الإسلامي للإفتاء بالتنسيق مع دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، فإن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء هو يوم عيد الفطر المبارك. يوم الأربعاء أول يوم الأربعاء عفوا هو يوم العيد. المجلس الإسلامي للإفتاء يقول أيضا بأن صلاة العيد صبيحة يوم الأربعاء ستكون 6:33 صباحا، والمجلس يحث الجمهور بإخراج صدقة الفطر قبل أداء صلاة العيد. إذا بقي أن نقول لكم المشاهدون والمشاهدات الأعزاء كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر يوم الأربعاء. التهنئة مقدمة لكم من إدارة قناة هلا وعلى رأسها المدير العام بسام جابر، وأيضا المحررة الرئيسية في قناة هلا وموقع بنت فريدة جابر برانسي، وباقي الموظفين والموظفات الزملاء والزميلات سواء معنا هنا في الاستوديو أو في باقي أذرع مجموعة بنت المختلفة الأذرع والمتعددة الأذرع، قناة هلا وموقع بنت وصحيفة بانوراما. نحن معكم إذن في هذا البث الحي والمباشر. إذن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء
أول أيام عيد الفطر المبارك، هذا العيد الذي يأتي في ظروف استثنائية في ظل استمرار الحرب، ونحن يعني كما تحدثنا في البرنامج الإخباري برنامج هذا اليوم، هناك مقترح أمريكي لوقف الحرب بشكل مؤقت في أيام العيد على أن تعطى أن يعطى مسار المفاوضات دفعة إضافية لإمكانية التوصل لصفقة التبادل ما بين المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. سنتابع معكم ما سيرشح عن هذا الموضوع وعن المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة. إذن هذا العيد الذي يأتي بظروف استثنائية، ومعنا الآن في بث مباشر فضيلة الشيخ البروفيسور مشهور فواز. مساء الخير. مساء النور، تحيات لك أستاذ حادي وجمهور المتابعين والمتابعات. نعم شيخ، الإعلان الرسمي بخصوص العيد تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف الخلق والمرسلين. فإنه نظرا لاستحالة الرؤية وبعد التواصل مع دار الإفتاء في القدس، تبين أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وعليه سيكون عيد الفطر يوم الأربعاء بعد غد لعام 1445 هجرية الموافق 2024 ميلادية. نعم. ونسأل الله تعالى أن يتقبل لنا الصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يفرج كرب أمتنا جمعاء. نعم شيخ، هذا الإعلان يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء الفلسطينية في القدس التي يرأسها الشيخ محمد حسين. أي نعم طبعا، بعد التواصل مع دار الإفتاء في القدس تبين أن غدا هو المتمم، أي الثلاثاء يكون متمم شهر رمضان المبارك، ويوم عيد الفطر يكون يوم الأربعاء بعد غد إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا كما قلنا في بيانات سابقة أن الرؤية كانت مستحيلة في جميع أقطار وأوطان البلدات العربية والإسلامية كذلك، لأن الهلال سيولد الساعة 9:30 تقريبا، والقمر غاب قبل الشمس بثلث ساعة، وإذا كانت الرؤية مستحيلة وكانت القرائن كلها تشير إلى أن غدا هو المتمم، وغدا بإذن الله تعالى الرؤية ممكنة في جميع أو أغلب بالأحرى والأدق معظم بلدات معظم الدول العربية والإسلامية، غدا الرؤية ممكنة، ولذلك يعني ربما يكون هذا العام جميع البلدات والدول الإسلامية والعربية متوحدة في الإفطار. نعم، يعني احتمال أن الأخوة في الأردن يكون لديهم رمضان 29 يوما والعيد معنا يعني في يوم الأربعاء. جدا نعم، احتمال كبير جدا. نعم نعم. طب شيخ، يعني ننتهز فرصة ظهورك الآن معنا لأسألك عن صلاة العيد. أولا أهمية هذه الصلاة وموعدها فضيلة الشيخ. صلاة العيد هي سنة مؤكدة، وهي تصلى جماعة سنة للرجال والنساء، وبداية وقتها سيكون الساعة 6:33 دقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويستمر وقتها إلى ما قبل الظهر. وطبعا لها كيفية مخصوصة، وهي عبارة عن ركعتين يصلي الإمام بالناس جماعة، في التكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكبر 7 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد ذلك سورة أخرى، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة أخرى، وبعدها يسن أن يخطب العيد كخطبتي الجمعة، يؤكد على الناس على التواصل والتراحم، وكذلك نؤكد على الأهل جميعا بإخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، نؤكد على الأهل جميعا بإخراج صدقة الفطر قبل أداء صلاة العيد. وصدقة الفطر عبارة عن 16 شاقل كحد أدنى لكل شخص، ليس عن الشهر كله، فقط عن الشخص الواحد 16 شاقل، والأفضل 18 شاقلة. شيخ، إخراج صدقة الفطر أو زكاة الفطر متاح حتى متى يعني؟ صدقة الفطر يسن إخراجها إلى ما قبل أداء صلاة العيد، ويكره بعد أداء صلاة العيد إلى ما قبل غروب شمس يوم العيد، فإذا غربت شمس يوم العيد يأثم الشخص على التأخير وتصبح قضاء، ويلزمه أداؤها مع الإثم في هذه الحالة. نعم، وبخصوص صلاة العيد شيخ، هذا العام يعني شهدنا بيانات من عدد من البلدات اللي ستقتصر الصلاة في المساجد وليس في المصليات العامة أو في الملاعب نظرا لحالة الطقس.
اي نعم صحيح، نظرا لحاله الطقس ستكون صلاه العيد في المساجد بسبب البرد واحتمال ظل الامطار ونحو ذلك. نعم. سؤال اخير فضيله الشيخ، يعني الكثير من ايضا من البلدات والبلديات المختلفه في بلداتنا العربيه اصدرت بيانات دعت فيها الى يعني الغاء او الغت عمليا مسيرات العيد نظرا للظروف الراهنه وللحرب الدائره في قطاع غزه. طبعا لا شك لا يخفى عليك ان العيد ياتي في ظروف غير طبيعيه وغير اعتياديه، وانه ليس من المروءه فضلا عن الروابط الايمانيه والمشاهد الايمانيه بان نظهر مظاهر الفرح والابتهاج في ظل هذا البلاء الذي يصب صبا على اهلنا في غزه. لذلك ان اقل او ادنى الروابط الايمانيه والمشاهد الايمانيه ان نشعر بشعورهم، فمن لم يهتم بامر المسلمين ليس منهم. ونحن كنا قد أخرجنا بيانا في ذلك يعني نحط فيه على عدم إظهار مظاهر الابتهاج والفرح بسبب البلاء الذي نزل على أهلنا في غزة، وعسى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يدفع عنهم البلاء وأن يعيد لهم وللمسلمين والأمة جمعاء الأمن والأمان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ البروفيسور مشهور فواز رئيس مجلس الإفتاء، وكل عام وأنت بخير. تحياتي لكم وأنتم بخير، تقبل طاعاتكم. إذن المشاهدون والمشاهدات الأعزاء، كانت هذه تغطية خاصة لعملية إعلان نتيجة تحري هلال شهر شوال هلال العيد، وكما استمعنا لفضيلة الشيخ البروفيسور مشهور فواز فإنه قد أعلن بالتنسيق مع دار الإفتاء الفلسطينية في القدس أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير. بهذا نأتي إلى ختام هذه التغطية الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبل الله منا ومنكم كافة الأعمال الطيبة والطاعات.